متابعي الاوفياء، مرحبا بكم في قناه انا جيت. كما كتشوفوا هنا الوليدات عشاق ديال النهر كيلعبوا هنايا في جنبات ديال الوداي. اليوم الجو دافئ وجميل، جي اللي ملي كيبان لكم الفندق اللي كان فيه السعوديه في الدوري ديال البطوله ديال كاس العالم. فندق رائع وجميل، هاد الايام ممتلئ عن اخره على غطلة، كان فيه زوار جايين من مختلف بقاع العالم. ومن العشية للعشية تيهبطوا مع المغرب مع الناس تما كينشطوا معاهم في جنبات ديال الويد، حيت الناس السلويين عندهم واحد العادة انهم كيهبطوا يفطروا في لاكوت في البحر، المنظر جميل. هنايا عشاق ديال البحر، كاين صحاب الكاياك، هذوك المدربين كيربطوا لهم البال، وهذوك الزوارق الصيد البحري. هذا خوتي المصب ديال بورغراد، عندنا في هذيك البلاصه اللي مليه كما كتشوفوا، عندنا هذيك الدار ديال ميغري وحدها ديال القرصان، وكاين عندنا الحائط هو هذا كله متقب، وهذوك الثقاب كله ساكن فيهم الحمام. واحد المنظر جميل جميل. هنايا خارجين لينا هذوك المدافع، واحد المنظر جميل ورائع. كتعجبني البداية، كنجي لها كالم وترونكيل وما عندكش مناش تخاف، وهذا المنظر ديال هذا الواد اللي كيبقى يضرب مع ديك الصخور كيعطي واحد خرير ديال المياه جميل. هذه الأسوار، أسوار تبارك الله، يلا صلحوا هذا الشيء كامل، وتعاودت الوداية كلها، تعاودت لها الإنارة العمومية ديالتها، وتعاودت لها البنية التحتية، وتعاود لها الجليج وهذا الرخام، تجردة ولا زوينة. هذا النفق تحت منه أنايا بالضبط فين واقف، هنا النفق. وكاين الباركينغ، هذاك الباركينغ أخوتي راه هو تما كاينة على اليسر. من هنايا كيبان لك برج محمد السادس، كيبان حسان، وكيبان المسرح الكبير، وكتبان المعالم ديال الواد، الزوارق ديال الصيد وديال باش كيقطعوا الواد، المسرح الكبير تبارك الله ما شاء الله. هذا جانب من الجوانب اخرى ديال قصبه الوداية كما كتشوفوا. هنايا كان لابيسين بكري، كان لابيسين. متابعي الاوفياء، الوداية ملي كتجي ليها مع الجانب كورنيش النهري كتوصل لهنايا، عندك هنايا ثلاثة الباب، كاين الباب ديال المتحف الحيلي واحد، وكاين عندك الباب الثاني اللي كيدخل للقهيوة جوج، وكاين عندك الباب الرئيسي اللي هو هذا، ثلاثة البيبان. هذا الباب كاين، هذا ديال المتحف متابعي الاوفياء، كتدخل منه كتخرج للحديقة الموريسكية، ومنها كتعاود تخرج من هذه الجهة منها باش كتلقى مع ذاك الباب الثاني الوسطاني. حنا غنمشيو معاه دابا وتشوفوا كل شيء، خليكم معايا. وعندك هذاك الباب الكبير معروف، هذاك هو الرئيسي اللي كيدير لاتيراس، خليكم معايا. كتدخل مع الباب الرئيسي اللي هو هذا، وكتلقى هنا الناس مسؤولين اللي كيوجهوك. كتلقى هاد الزخرفه، هاد الزليج البلدي بهاد الحجر ديال شوم، هاد الخدمه خوتي ديال بولقنادل، لا هاد الخدمه ديال الزليج ولا هادي بولقنادل. وكتدخل كتلقى هنايا الحديقه، حديقه زوينه كاين فيها سياح من مختلف الجنسيات. شوف غادي نمشيو نشوفو المتحف اللي كاين، جوج المتاحف، كاين المتاحف ديال الحيلي وكاين المتحف ديال القفطان.
جوج ديال المتاحف اللي كاينين، كيكون نهار الجمعه فابور وايام الاسبوع 15 30 درهم، تيكي وحده ديال 30 درهم كتدخل بها انايا لجوج ديال المتاحف. واخا ليكم معايا هذا حوض ديال الاسماك جميل، شوف كيتواجد لينا هنايا في الحديقه الموريسكيه، هذه حديقه موريسكيه متابعين الاوفياء، شوف جميله ورائعه. كاين عندنا هذيك هي القهيوه من تما كاين، غنديكم تشوفوها وغادي نمشي نشوفوا المتحف، نشوفوه معايا وغنديكم تشوفوا القفطان المغربي وهاجي نوريكم عاوتاني شي حاجه زوينه. شوفوا هذه الارضيه كيفاش دايره، الارضيه تبارك الله كيفاش دايره، مصوب داك ديال الحجر ديال الواد، شوف شي خدمه كيديرها. خليكم معايا خليكم معايا، بالنسبه اخوتي المتحف هنايا بالنسبه للفيديوهات هنا قال لك ممنوع، خصك طوريزاسيون بحال الشكل ديال المتحف ديال الفوتوغرافيا اللي كنت صورت لكم، ضروري خصنا طوريزاسيون باش نصور لكم، خصني دابا عاوتاني نشوفوا مع الناس ديال المتحف باش يعطيونا باش نعاودوا نرجعوا لكم نصوروا لكم هاد شي حاجه زوينه كاينه هنايا، زوينه شي حاجه زوينه. واخا خليكم معايا نمشيو دابا للقهوه، هبط لكم لهاد البلاصه من هنايا، هادي هي الجريده راه كيجلسوا فيها الناس، كاين مشكل، وهادي هي القهيوه، ها هي بلديه مغربيه باللبسه مغربيه بالطابع مغربي تبارك الله ما شاء الله. شو غادي نمشي ندور لكم من اللور نوريكم كيفاش تدخلوا ليها من جهه اخرى، خليكم معايا. هذا هو الباب الرئيسي الكبير، هذا المدخل اللي كيدي لينا كيدخل لينا ديريكت لمو هذا المتحف، الى خرج منه وسدو دابا شي 4 نمشيو حتى للراس، كاين واحد الدور هكا وعاود كاين واحد الدور هكا، خليكم معايا. هذا هو المدخل، كتجيني شانت لهنايا، شو الارضيه كيفاش دايره، خدامين بهذاك الحجر ديال الواد، والبحر اللي كيكون قريب للواد كيكون فيه هاد الصخر بزاف، صافي كتجيني نيشان نيشان نيشان، كتدخل مع هاد التقويصه الاولى، هاي شتو. صافي كتمشي حتى للراس تتهود، كتلقى القهيوة، هادشي راه كلشي تعود، جليج وهاد الرخامات وهاد اللايص ديال لي بوبيل، شو كلشي تعود. هادو وليدات الوداية الله يسهل عليهم، كيبيعو هاد لي زارتيكل ارتيزان، ندخلكم للوداية خليكم معايا. هذا هو الباب ديال الجردة،
على طيراس الثانيه فيها جوج كتخليها من ليه، وكاينه هاد لا طيراس من هنايا، وكاينه هاد بلايصه، وكاين الرياح القويه. واخا ليكم معايا من هذيك البلاصه بالضبط فين داخلين صحاب الكاياك، من تما كاين بديت لكم الفيديو ودرت لكم من اللور ديال الودايه ودخلت لكم الحديقه. واخا ليكم معايا نديكم لا تيراس باش تشوفوا شي حاجه ناضيه. هذا هو الباب اللي كيدينا للحديقه، وهنايا كاين عندنا الهبطه اللي هبطت لي صوبت لكم ديال الجرده ديال المقهى. ومن هنا يا خوتي طلع النيشان، ما عندك فين غادي تدوخ، طلع وحده تلقى الشارع الكبير ديريكت. واخا ليكم معايا كتبقى جايد النيشان مع هاد الزناقي، نيشان برج محمد السادس. الصوره ناخذ لكم شي صوره من هنايا، هي اللي حطها لكم في الارشيف، نزيدوها في جوجل وناخذوا لكم هذه الصوره حتى هي جميله ورائعه، نحطهم لكم في القناه واللي بغاهم ياخذوا. الصحه والراحه، نكملوا الطريق ديال النيشان نخرجوا للفوق. واخا لكم معايا، هذا هو المدخل الكبير ديال الودايه، ومن هنايا منين جينا كتخرج لهنايا ديريكت. ومن هنايا كاين عندنا المسجد ديال الودايه هو هذا. غنكملوا الطريق ديالنا حتى للراس باش نوريكم اخر حاجه. واخا لكم معايا، هنا عاوتاني اجمل حاجه هي هاد لا تيراس كطلينا على هاد المقبره ديال الشهداء الله يرحم جميع الموتى المسلمين كاملين، وكطلينا على المناره، وكطلينا اخوتي على هنايا اخوتي لاكوط كله غادي يتعاود ان شاء الله، غادي تكون تما كاينه مراحيض ودوشات، وغادي يكونوا مقاهي، وغيكونوا محلات تجاريه، غتكون واحد البلاصه ديال خاصه بالشرطه وبلاصه خاصه بالاسعاف. هنايا اخوتي كما كتشوفوا المدافع صافي راه رجعت البلاصه ديالها، شدت المكان ديالها، وهذا هو المصب. بالنسبه للمدافع باقيين ديال البرج سيدي مخلوف هما اللي مازال ما رجعوش الله يصوم. هذا اخوتي كما كتشوفوا الفندق راه هو مليه، فندق رائع هو اللي كانوا فيه ديال السواعده ديال الكره ديال القدم في المونديالتو. وهنايا النهر تما حسان وبرج محمد السادس تبارك الله ما شاء الله. وهذا هو المدخل ديال لاتيراس جميل ورائع. اذا متابعي الاوفياء دخلتكم وساريتكم عرفتي شنو كاين، خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.